السؤال دائما يتكرر، كيف إذا جيت بسوي موقف بطولي إني أعرف مسافة الأمان وقربي أو بعدي من الرصيف عشان ما أحك كفراتي في الرصيف؟ سهلة يا بنات، بداية أول ما تجين تسوي الموقف تعطين إشارة يمين، نبهين سيارات اللي بالخلف إنك تسوي موقف. أنا دائما أعتمد نص الطبلون يا بنات، شوفوا نص الطبلون اختفى من الرصيف، بس هنا وقفي دركسونك فيه، لفي نص اللفة وادخلي ببطء، اعتمدي نص الطبلون انه لما تلفين الدركسون انه يماشي الرصيف. شوفوا ها يماشي الرصيف، شفتوا يا بنات نص الطبلون يماشي الرصيف. اول ما تستقيم سيارتك النص اللي انت حطيتيه يرجع بكل سلاسة عشان تصير سيارتك مستقيمة. طيب كيف اعرف؟ عن طريق المراية، شوفوا المراية. طيب والمراية اليسرى انا بين الخطين. طيب يا بنات الاهم من هذا كله، اذا بغيتي تطلعين تعطين إشارة يسار وتشيكين على نفس المسار إن ما في أحد.